شلومو من طول لبنان. بدنا نحكي على الموسيقى السريانية المارونية. بعد ما شفنا عن تأثير حضارتنا السريانية بالفن، بالرسم، بالعمارة، الأرشيتكتور، بكذا مجال، في عنا قسم من هالهوية السريانية اللي هي بعدها حية اليوم بكل معنى الكلمة، لأنها هي اللي منرتلها نحن دايما بالقداس وبكل الاحتفالات وبلغتنا السريانية. تنحكي عن هذا الموضوع نستقبل معنا اليوم الأبونا يوسف طنوس. أبونا يوسف طنوس هو عميد كلية العلوم الدينية والمشرقية بجامعة روح القدس إزاك بالكاثوليك، وعميد سابق بكلية الموسيقى بالإزاك، وهو كمان مؤسس ومدير جوقة أديشا. واللي بهمنا بجوقة أديشا إنه في كمان مع أديشا جونيور اللي بتفرجينا قد ايه لغتنا حية كمان مع الأولاد، يعني مع الأجيال اللي راح تجي وراح تأسس للمستقبل. شلومو أبونا يوسف طنوس. شلومو. نحن كتير منبسط بحضورك معنا. نعرف إنك كمان جيت قريبا من الهند ووصلت لهونيك الفكرة على الموسيقى السريانية المارونية، وبدك تخبرنا عن هالموسيقى السريانية بشكل عام أول شيء، وبعدين شو الخصوصية عنا عند الموارنة، يعني شو عنا بيشبه بيكون هو بالتكامل مع باقي التراديسيون السريانية، وشو خصوصي عنا عند الموارنة. رح أبلش لك بالأول تحية للمشاهدين، وبعدين تنقل تحيات كل السريان اللي بالهند. يعني عم نحكي نحن محل المنطقة اللي كنا فيها، في 12 مليون سرياني بالهند، وكلهم متشوقين للحضارة السريانية وللغة السريانية وللحن السرياني. كان في المؤتمر التاسع الدولي السرياني، كان بمنطقة كوتايام بكيرالا بالهند، وراح جوقة أديشا، وكان في كتير علماء وباحثين بالعالم السرياني من كل العالم. عملنا محاضرات وعملنا حفلات، بدي أقول الكلمة اتناتشونا كل رعية تنعمل حفلة عندهم، يعني بظرف أسبوع عاملين أكثر من 20 حفلة باليوم ذاته، نعمل حفلتين وثلاثة، ومتعطشين من الأساقفة إلى الكهنة إلى الإكليريكية إلى الشعب كله سوا تيسمعوا التراتيل السريانية. هالشي بيحملنا مسؤولية كبيرة، وبيقلنا قديش عنا كنز كبير، وقديش نطرنا شغل مهم حتى نحنا يعني نعطي هالرسالة يلي هني نطرينا منها. يعني كل أمالهم متعلقة خصوصا بموارنة لبنان، إنه هني ممكن يحركوا هالحضارة وهاللغة وهالموسيقى السريانية إلى كل السريان بالعالم. يعني مثل ما بقول شارل مالك، في علينا مسؤولية كتير كتير كبيرة نحن كموارنة تجاه كل السريان يلي بالمنطقة من الشرق الأوسط للهند، مثل ما عم بفهم منك. طبعا، وهالمسؤولية يمكن نحن مش اخدينا على قد ما هي لازم تكون، لأنه بس نعرف نطلع لورا ونشوف شو هالحضارة العظيمة اللي عنا إياها من جميع النواحي، وخصوصا من ناحية الألحان والنصوص الشعرية اللي منصليها كل يوم، ومنشوف قديشها متنوعة. يعني عنا غزارة كبيرة، التراث بالهند مختلف عن التراث بلبنان، مختلف عن التراث بتركيا، مختلف عن التراث بسوريا بالعراق. كل هالحضارة السريانية المتنوعة بتقلنا نحن شو عنا تراث، وقديش نحن لازم نحافظ عليه ونسلمه بأماني للأجيال اللي جاي لعنا. أبونا، لكن شو يلي بيجمعنا كلنا بهالموسيقى السريانية، وشو هي الخصوصيات عنا كموارنة؟ أول شيء بيجمعنا كلنا سوا هي النصوص. تقريبا كلنا سوا عنا
بمجملة النصوص نفسها موجودة عند كل هالكنائس السريانية اللي بترجع لما رفرين ترجع مرفرين مريع وب يعني القرن الرابع ترجع نعم طبعا وفي منهم حتى بيرجعوا للقرن الثالث حتى قبل مرفرين يعني وهالشي بيقلنا نحن قديش عندنا هالغزارة الشعرية اللي كانت متواجدة وبعدها موجودة حاملينا بصلواتنا نحن هذا أول عنصر العنصر الثاني في روحانية ولاهوت من خلال هالنصوص هيدي يعني يا ريت كلنا نفهم هالنصوص هيدي وبنعرف أي عمق لاهوتي وروحي موجود فيها للأسف إنه نحن هلأ عم نتلهى أحياناً بتراتيل فيها قشور روحية سطحية بينما الجوهر اللاهوتي وموجود بها النصوص السريانية يلي ما انكتبت بسهولة انكتبت بعد تأمل وصلاة وبكي أحيانا وجهاد بالإيمان حتى يعطونا هل هالتراث هذا وهالتراث هذا نحن حاملينه أحيانا باللغة السريانية وأحيانا حاملينه باللغة العربية وباللغة الفرنسية والإنجليزية وقت تمت الترجمات من السرياني إلى بقية اللغات وقت الموارنة وبقية السريان بطلوا يفهموا السرياني ويا ريت كلنا سوا بنرجع نتعلم سرياني ونعرف اللغة قديش مهمة حتى تقوينا بإيماننا وتقوينا بحضارتنا السريانية يعني اللغة هي نقطة أساسية لأن وقت اللي عم نترجم نحن التراتيل تبعيتنا عم نخسر شيء بالترجمة لأنه في كلمات أبونا ما فيها تترجم ما هيكنا بتحمل هي الذاكرة ويمكن كلمات خلقت تتعبر عن الأفكار لأنها كلمات سريانية وبروحانية سريانية يمكن وقت عم نحاول نترجم أوقات ما عم نلاقي رديف للكلمة السريانية عم بيكون حط شيء قريب إلها من هي ناحية هي الترجمة مرحلية يعني نحن ترجمنا بس حافظنا على اللحن السرياني وهيدي كانت مرحلية حتى كل الناس على القليل تضل متكمشي بشي عنصر من عناصر هالحضارة السريانية اللي هو اللحن يعني إذا بتسمع هلأ اللي عم بيرتل بالعربي عم بيرتل لحن سرياني بكلمات عربية على أمل إنه السلطات الكنسية ما بدي أقول تفرض بس تتمنى وليش لا كمان تفرض تعليم اللغة السريانية ونرجع كلنا سوا لجذورنا لأن اللغة السريانية بتجمعنا كلنا سوا بمعزل عن يعني الدول بمعزل عن تواجدنا بأي محل كنا فيه هاللغة السريانية شيء أكيد نحن بنقول هي لغة المسيح يعني كرمال هيك نحن لازم نتعلق فيها أكثر وأكثر وشيء أكيد كل لغة إلا عبقريتها وإلا تعابيرها يلي مش ممكن تنقل كما هي إلى لغات الأخرى وخاصة وقت عنا مشكلة اللحن زيادة لأنه تنقدر نلاقي الجملة تركب على نفس اللحن عم بيضطر وقت يغيروا النص كمان بتبطل ترجمة بتصير نص تاني وهون بنخسر كتير من الروحانية طبعا يعني ما فينا نترجم شعر بشعر بدون ما يصير في شوية تحوير بالأمور هيدي ولكن النصوص الموجودة بنشوف انه قديش في غزارة ألحان لها كل كنيسة بكل منطقة إلا ألحان خاصة لهالنصوص يعني قديش عنا هالبيت جازو هالكنز اللي عنا إياه نحنا قديش كبير وقديشنا نحنا بحاجة نرجع نتعلمه نرجع نقارن بين مختلف تراثات كل هالكنائس السريانية تنشوف كيف وصل هاللحن وكيف تحور هاللحن وشو ممكن نستفيد منه إذا بدنا نعمل ألحان جديدة حتى يكون نوعا ما عنا ارتباط دايم بتراثنا السرياني وهالشي يمكن نحن من مميزات جوة أديشا والحفلات اللي عملناها بالهند انه غنينا من كل تراثات الكنائس السريانية وتفاجئوا بالهند انه غنينا ألحان من تراثهم الهندي كتير انبسطوا واخذوا بالطريقة يلي نحن عم نأدي فيها هالألحان حتى الألحان الهندية لأنه بيضل في عنا نحن هالنمط الماروني يلي ممكن المنفتح ولكن المحافظ على الأمور الأساسية بكل أداء للألحان السريانية هلأ رح نشوف نحن سوا الغسيتال يلي انعطى بالهند مع جوة أديشا لأبونا يوسف طنوس أبونا قديشة هالترتيلة عمانو موريو قديشة قديمة
قديم كتير يعني، ما في عنا نحن يعني مرجع كتابي عن قدم هال يعني هالترتيلي، ولكن حسب التقليد هي ترجع لأوائل المسيحية، و يعني مجرد نشوف كلماتها عمانو موريو يعني الله معنا، مزبوط والله معنا كل هالتعبير انه في تأكيد انه الله معنا والمطلوب نحن نكون مع الله كمان على طول. وفي ميزة هون عند السريان، ما بعرف اذا كل السريان او بس الموارنه، قديش منكرر، قد ايه بدنا نكرر الكلمه عمانو موريو كذا مره، او مثلا منكرر الفكره حياة مور ألو هو توخ بنو شوتان ونو شوتان بالو هو توخ ياف ديلان، ضلنا عم نكرر. وأنا مرة شفت رهبان موارنة أمريكان عم بفسر رئيس الدير إنه هن حبوا هالروحانية المارونية وصاروا موارنة كرمال هالتكرار هيدا اللي بيصير عنا. هيدا شو بيعبر؟ هي مش كل شيء في هالتكرار، في كلمات مهمة أو واقع لاهوت مهم بيضلوا يعيدوه حتى الإنسان يدخل بهذيذ روحي، وهالتكرار هذا بيخلي الإنسان يعني يدخل بهالتأمل العميق ويدخل بشركة روحية مع عالم الروح مع الله. شيء أكيد من هون يمكن هالتكرار هذا عمانو موريو عمانو موريو، حتى الإنسان يعني مثل ما قلت يتأكد إنه الله معه وهو مطلوب إنه يكون مع الله. أبونا لما نحكي مزيك سرياني ما فينا ما نحكي عن ريش كولو، وبعدين بعد ما نحكي عن ريش كولو رح تفسرنا شو ريش كولو. أكيد بصير في كولو أريخو وكولو نجيدو وكولو زعورو ويونويو وكولو بيوستو ونصروتو وعفيفو، هيدول كلهم شو عن مزبوط؟ هلأ ريش كولو هو رأس القول، يعني إذا ما نحسب باللاتيني بيقولوا إنشيبيت يلي هو يعني التونيوس برينسيبس، يعني أول كلمة بتكون بهاللحن. يعني كيف نحن بنقول على دلعونا، بس تقول على دلعونا عرفت أنت شو هو اللحن وعرفت شو هو الوزن. وهيدا جاي اشتقاق كمان من الحضارة السريانية كمان. نحن هالريش كولو رأس القول يعني عنوان الترتيل اللي بدك تقوله. وهون يمكن هالتقليد هو الأقدم بالكنائس السريانية، يعني هذا أقدم من بيت جازو. البيت جازو ما صار له زمان بينحكى فيه، بس الريش كولو هو قديم جدا. وبنعرف نحن انه البطرك الدويهي كتب كتاب اسمه رؤوس المقالات الريش كولو عن الالحان السريانيه المارونيه، وبوبها بحسب تقسيماتها الشعريه بهديك الوقت، حتى تلاميذ المدرسه بروما يضلوا حافظين تراثهم وما يضيعوا بالحان اخرى. من هون نحن الريش كولو بعده مستعمل بالكنيسة المارونية. نحن ما استعملنا الألحان الثمانية الأكتو إيكوس يلي استعملوه الكنيسة السريانية البقية ويلي استعملته الكنيسة البيزنطية. نحن عنا رؤوس الألحان ريش كولو والكولو اللي هل سميتهم هلأ، هودي موجودين عنا وبعدنا محافظين عليهم. وهون كل أحيانا في ريش كولو له ترجمة شو معناته، وهالترجمة هيدي بوقتها كان شيء أكيد مرتبط بالحال اللي كان فيها هاللحن. يمكن نحن هلأ بطلنا بنعرف شو الحال اللي كان فيها اللحن، بس بعدنا منردد اللحن ومنقوله بهالألحان اللي عنا إياها. وهني عندهم معنى على كل حال، فينا نفهم شو بيقصدوا. يعني مثلا كولو أريخو يعني طويل، زعورو يعني صغير. يعني اللي بيعرف سرياني بيفهم المعنى. فشيطه بسيط، فشيطه بسيط، يعني كل هالاشياء هن تيقدروا يميزوا الالحان عن بعض البعض والاوزان اعتمدوا هالطريقه. وبنفس الوقت الكنائس السريانيه البقيه عندها نفس التسميه، بس صاروا هن ماشيين على الالحان الثمانيه، بطلوا ماشيين على يعني النظام الاقدم بتوزيع الالحان اللي هو ريش كولو. الموارنه هن الوحيدين اللي بعدهم على هالنظام القديم؟ الموارنه الكنائس السريانيه بعدهم هن الوحيدين المحافظين على النظام الاساسي والنظام الاقدم بتوزيع الالحان الموجوده حاليا في الكنائس السريانيه. وهالشيء يمكن بيدلنا لانه الموارنه تقريبا ما اختلطوا كثير ببقيه الحضارات او ببقيه المستعمرين يلي اجوا،
كانوا منزويين بالجبال وحاولوا يحافظوا قدر الإمكان على تراثهم. وهالحفاظ هذا ما كان بس على الألحان الدينية، كمان على الألحان الفولكلورية المأخوذة من الألحان الدينية وزنا ولحنا. يعني هالشي بدلنا، وهون في كتير دراسات عملت، انه مع انه لبنان والموارنه هن منفتحين اكثر شيء الى الغرب والى هيك، ولكن حافظوا على تراث على قدر الامكان اكثر من بقيه الكنائس، وما خلوا عناصر دخيله تدخل على تراث التقليدي المتعارف عليه. يعني عندنا ريش كولو والكولو الاصلي طبعا القديم. ابونا حضرتك متمسك بالموسيقى السريانية وباللغة السريانية وبتحب انه تكون حية، وعشان هيك اسست كمان حضرتك مش بس قديشة اللي هلا شفنا، بس قديشة جونيور. بركي بتقلنا كلمتين عن قديشة جونيور قبل ما نشوفهم كمان هلا عم برتلو. قديشة جونيور كانت الفكرة انه كلنا سوا مننتمي للحضارة السريانية، وكلنا سوا مجبورين مثل ما منربي أولادنا تربية وطنية ودينية بدنا نربيهم على تراثنا السرياني. وكانت تجربة، وكان في إقبال يعني رهيب من الأولاد إنه عم بيتعلموا سرياني وألحان سريانية ويرددوها بأهلهم وين ما كان بمدارسهم. حتى في بعض المدارس طلبوا من الأولاد يلي منضويين للجوقة إنه قدام رفقاتهم بالمدرسة يرتلوا بالسرياني، وكانت الأولاد فرحتهم كبيرة إنه نحن عم نتعلم شيء ونفيد غيرنا من خلاله. وهالجوقة نحن عم نستقبلها تقريبا من عمر 7 سنين ل14 سنة، في حوالي 40 ولد حاليا وبيتمرنوا بدار سيدة النجاة ببصرمة كل أسبوع، وبيعملوا إلى جانب الألحان السريانية بيعملوا كمان ألحان فولكلورية لبنانية حتى يضلوا متمسكين بتراثهم كمان اللبناني والسرياني. وهالشي يمكن بيسمح لهم بس يتخطوا عمر ال 14 يرجعوا يدخلوا بجوقة قديشة بجوقة الكبار. وأوقات كتير هن بينبسطوا بس يشتركوا مع جوقة الكبار ويغنوا مثل الكبار، إن كان بالسرياني وإن كان بالعربي. ما بفتكر في أحلى من هيك طريقة إنه نخلي هالثقافة حية فينا وتكون هيدي هويتنا تكون حية، ما نتركها بالمتاحف بس تكون يعني بالحياة اليومية. بفتكر هيدي أحلى طريقة، ورح نشوف هلأ الأولاد كيف هني عم برتلوا بلغتهم السريانية. أبونا الأولاد رتلوا أول شيء الأبون بشمايو الأبينا، وبعدين شلوم ليخ مريم السلام بلغتنا، لغة جدودنا، لغة تراثنا ولغة روحانيتنا. فيك تقلنا كلمة عن أهمية هالشي هيدا هاللغة، وإنه نصلي بلغتنا السريانية ونرتل بهاللغة؟ يعني اللغة السريانية هي هويتنا، ولكن هي بذات الوقت مسؤوليتنا. أنا دائما بقول لو أخذنا الأمر على محمل الجد
يعني من المجمع اللبناني وقت اللي عم نحكي بال 1736 وقت اللي اخذوا قرار لو ياخذوا قرار انه يعلموا سرياني من هديك الوقت كنا كلنا بنحكي سرياني الى جانب العربي والفرنسي والانجليزي. ولكن للاسف بعد تمنيات وهالشيء تمنيات وحده ما بتكفي اذا ما في رغبه واذا ما في يعني اظهار اهميه هاللغه مش بس على الصعيد الكنسي انه الليتورجي على الصعيد الشعري والادبي على الصعيد انه انت سرياني لازم تعرف لغتك وهيدي شيء يمكن نحن بحاجه له حتى تكون هويتنا حقيقه. مش ممكن انا اقول انا سرياني وما بعرف سرياني مش ممكن انا اكتفي بقديشات الوهو يلي برددها او بعض الكلمات بدون ما غوص بهاللغه واعرف اهميتها. بالوقت اللي عم نشوف اكثر من الغربيين يلي ما بينتميوا للحضارة السريانية ولا إلى الحضارة العربية عم بيغوصوا بهاللغة السريانية ويكتشف فيها كنوز شعرية وكنوز أدبية وكنوز موسيقية نحن بمتناول يدينا ومش عارفين قيمتها. من هون أنا بتمنى على كل اللي عم بيسمعونا هلأ يا ريت كل واحد منهم ببلش على القليل يبلش يعرف الأحرف السريانية وشوي وشوي بيهتم انه يصير يقرا هالسرياني وكمان شوي وشوي هالقراءه بتوصله انه يفهم شوي وشوي معاني هالكلمات اللي عم بيصليها او اللي عم بيقريها. نتمنى كمان من مدارسنا يمكن يبلشوا كمان يعلمون الابون بشماي والابينا وشلوم ليخ مريم السلام بالكاتيشيزم تنبلش ويكون هيدي باب لنرجع للغتنا ولثقافتنا ونخلي هويتنا تكون حية. مثل ما كان عم بقول أبونا إنه استعمال لغتنا السريانية أساسي تنعرف شو هويتنا وخاصة نحن بلبنان بلهجتنا اللبنانية بنعرف قديشة ملانة كلمات سريانية والسنتاكس السريانية وحتى القواعد السريانية اللي نحن بنستعملها بهاللهجة هاي. وإذا تعلمنا سرياني بالمدرسة بصير فينا ننتبه لهن الأشياء هاي وتعليم اللغة السريانية رح يكون أهين لحدا بمارس اللهجة اللبنانية اليوم. أبونا تودي ساقي منشكرك كتير وتحب تقول كلمة تنختم هيدي الحلقة. بدي أول شيء تودي الموريو وتودي لوخ ولكل المشاهدين يلي مهتمين باللغة السريانية وبالحضارة السريانية إنه ما تنسوا أصلكم حافظوا على هويتكم حافظوا على لغتكم مع كل شيء بتكتسبوه بدكم بالنتيجة يسألوك إن أنتم من وين. وإذا أنتم عم تقولوا نحن نحكي لغة المسيح لازم نحافظ على اللغة السريانية ولازم نحن نتقن اللغة السريانية. تودي لوخ وبارخ مور أبون. أنا لكم شلومو من طور لبنان وما رح زيد شي على كلام أبونا لأنه هو بعبر بفتكر عن كل تمنياتنا اليوم لهالشعب المسيحي يلي هون بالشرق. شلومو من طور لبنان وشينو وهيمنوتو.